البسملة فصحيح إلا عند الضرورة، مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكان إلا فوق البسملة فلا بأس. وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل، واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال هذا فيه إشارة إلى أن الاستغفار سبب للحكم الصواب، وأيضا الذنوب لها تأثير على الوعي والفهم، فإذا استغفر وصادف ساعة إجابة وغفر الله له انصقل قلبه، فصار تصوره للمسألة وإجابته عليها أقرب للصواب. وجاء عن مكحول ومالك رحمهما الله أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب الاستعادة من الشيطان. وهذا ينبغي أن يقولها أحيانا، أو إذا وردت عليه المسألة وكانت شديدة صعبة. وأما كونه كلما أفتى قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم، هذا فيه نظر. كذلك قوله يستحب الاستعادة من الشيطان الرجيم غير صحيح، لأن الذي يستحب الاستعادة عند البدء به هو إيش؟ القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستحب الاستعادة من الشيطان، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل رب اشرح لي صدري الآية ونحو ذلك. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدأوا فتاويهم الجواب وبالله التوفيق. يعني إذا أراد يكتب الجواب كتب بسم الله الرحمن الرحيم الجواب وبالله التوفيق. وحذف آخرون ذلك، قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قلت: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجدم، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه. قال الصيمري: ولا يدع ختم جوابه بقوله وبالله التوفيق، أو والله أعلم، أو والله الموفق. قال: ولا يقبح قوله الجواب عندنا، أو الذي استحب العلماء أن يختم الجواب من أجل أن لا يزيد أحد عليه، لأنه إذا جاء مكتورا ليس فيه إشارة إلى الانتهاء فربما يزيد أحد عليه ولا يعلم الناس بأنه زيادة. أما إذا قال وبالله التوفيق أو الله أعلم والله موفق أو ما أشبه ذلك، عرف أنه ختم الجواب. نعم. ولا يقبح قوله الجواب عندنا، أو الذي عندنا، أو الذي نقول به، أو نذهب إليه، أو نراه كذا، لأنه من أهل ذلك. قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به. يعني إذا قدم السؤال مكتوبا كأنه من عادتهم أنه يدعو للمفتي، فيقول مثلا: أرشدنا أرشدك الله، أفتنا علمك الله، وما أشبه ذلك. لكن هذا عندنا غير موجود، وهنا يقول: لا يقبح قوله الجواب عندنا. هذا فيه تفصيل في الواقع، لأنه إن خشى الإنسان على نفسه العجب وأنه قال ذلك وكأنه يمثل نفسه إماما فلا ينبغي، وإن كان
يريد أن يبين للسائل أن المسألة ليست إجماعا ولكن هذا رأيي مثلا فلا بأس. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على ما يفعله بعض السائلين، يقول ما رأي الشرع في كذا أو ما هو الشرع في كذا، يوجهه لواحد من الناس، هذا غلط، لأن هذا المسؤول قد يخطئ وقد يصيب، فإذا أخطأ صار أجاب بخلاف الشرع، ولذلك يجب أن يقيد ما هو الشرع في رأيك في نظرك وما أشبه ذلك، حتى يكون هذا محدودا لا عاما. قلت وإذا ختم الجواب بقوله والله أعلم ونحوه مما سبق فليكتب بعده كتبه فلان ابن فلان كتبه فلان أو فلان ابن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلدة أو صفة، ثم يقول الشافعي أو الحنفي مثلا، فإن كان المشهور بالاسم أو غيره. أما الأول هنا ينبغي أن يقول كتبه فلان ويوقعه أو يختم عليه الختم، وأما قول الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي فلا نراه، لأن هذا ربما يفتح باب التقليد الأعمى أو باب التفرق، تفرق الناس. هنا الحديث كل أمر ما يبدأ فيه. نعم. الحديث اللي مر علينا صحته. الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من قال إنه صحيح وحسنه النووي رحمه الله. العمل عليه؟ إيه نعم. نحن نبدأ بالبسم اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا بهدي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى إنه من سليمان وإنه من بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره. وأما البداية بالحمد فظاهر، الرسول كان إذا خطب كلما خطب يبدأ خطبه بالحمد. طيب الشيخ طالحين يجيب العالم ولا يقول الحمد لله. إيش؟ طالحين يجيب العالم ولا يقول الحمد لله. إيش؟ طالحين يجيب العالم ولا يقول الحمد لله في بداية الجواب. إيه ما هو شيء. ما هو باللازم. ما هو باللازم. لم يأتي وقت السؤال. ما دور السؤال؟ إيه نسيت أنا. دائما عبد الحميد هذا يدلس. فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت وين بقى نقول فإن كان مشهورا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه بعد الشافعي والحنفي. نعم. قال الصيمري. نعم قال الصيمري. أقرأ. نعم. قال الصيمري ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك. قال والمستحب الحبر لا غير. قلت لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر لأنها تراد للبقاء والحبر أبقى. قال الصيمري وينبغي. وعندنا الآن في وقتنا ما ندري ما يجب بالمداد الذي يقول إنه أقل بقاء من الحبر، لكن عندنا الحبر والقلم الناشئ أيهما أبقى؟ نعم الناشئ أبقى. الحقيقة في تفصيل. ها في تفصيل. ما الحبر أبقى من الحبر أوضح من الناشئ. دائما الوضوح البقاء. البقاء. نعم. يبدو لي أن الحبر أبقى لأن الناشف أنا جربته ورأيت أنه يذهب مع الوقت. كتبت أوراق ناشف ورأيت أنها جلست لها 5 سنين 6 سنين فصارت تضعف على الورقة. نعم. شوف نوعية الحبر يعني أخاف نوعية أشد تبقى، ونعمل أيضا مثلا الناشف كذلك هذه النوعية. حين بحبر صيني ما يعني لو غمس البحر ما نفهم. جرب يعني تعبت ما ولا يمشي. لكن هو على طول أول ما تبل. وين؟ نعم.
لكن موجود هذا الحبر لو ترمسه في البحر ما راح. الحبر الصيني معروف، الشيخ نووي يقصد الحبر الصيني. لكن معروف بالسوق الآن. أي موجود نعم. موجود. أيوة. تقول حبر صيني. والله نادر، موجود لكن نادر. أنا في ظني أن الناشف أبقى، لأن الناشف لو سقط في الماء ما أدري. نعم. والحبر. يزول. شلون يعني؟ تمسحه يعني ب أو يتغير بالماء. نعم. إيه. ما طيب. المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط مبات مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء، لكن الناشف ما يبقى إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. فيها الآن يا شيخ قلم له ناشف وله بحبر، قال لي مثل الأقلام هذولي ما يبحبر تعبى ولا يبناشف ناشف على، لكن بين بين اي يعني معروف هذا اللي له جرة دخل بالقلم. لا لا ما نشفته هكذا، هي لقضى خاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم انه نتمنى ان نجد هذا الحبر الصيني نعم او ما اشبه مما لا يمسح، لان نحتاج اليه. وكلوا من قلمه. نعم وكل. طيب نعم طيب اذا لم تجده الا في الصيف اذهب اليه. بس عاد الشيخ نحتاج الى بحر حتى نختبر الحبر. نعم ايش؟ سائل لك لا تذهب بالماء؟ لا تذهب بالماء؟ يكتب على ورقة ممكن تضع داخل الماء ولا يذهب. وبين كتابة بينه؟ ولكن مثل ما قال الأخ خالد إذا انتهى ترمي. ما يصلح. ها؟ ما يصلح. لكن في أنواع أحمر وأسود أشرب. لا على كل حال احنا الآن نستعمل الحبر. الحبر العبي القلم ونكتبه، لكنه يروح ابدا تلخبط. نعم شيخ بارك الله فيكم، الامس قلنا ان العوام ليس لهم ان يقيسوا على الفتاوى وان يتوفوا بها. نعم لكن الان شيخ انتشر كتاب العلماء ووجد ذات كثيره. نعم وسارت بين الناس مسيره طيبه. نعم كيف نرشد الناس بحيث يجدون هذه الفتاوى؟ أنا لا على مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يوثق بعلمه وأمانته. مثلا وليكم أتقول مسألة قريبة مثلا ما دام الكتب هذه مفهرسة يرجع الفرس يأخذ اللي يرى. ما يقيس العام ما لا يريد يقيس، لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا موجودة فيها. يعني من المسائل ما لا يصل إلى الله. سليم نعم كيف يزوجونها؟ هذا صحيح نعم يزور ويأتي ويسألك وقد سأل الناس من قبل. نعم نعم اي نعم ايش نعم هو لا بد أن يكون المترجم أميرا يعرفه، ولا بد أن يكون قديرا أيضا، بمعنى أنه يعرف اللغتين جميعا معرفة تامة، ولا بد أن يكون عنده إلمام بما يترجمه أيضا. هذه لا بد منه. إن خير من استجارة القوي الأمين.
أما نأتي بأي لسان يقول تعالى ترجم ما أقول كلها وما يكون لا يفهم كلامك أو لا يفهم الموضوع أو سيء القصد. نعم نعم صحيح العلو غير العلو حتى في المسائل القطعية كنا نتكلم في المطار في جدة من زمان وجاءني إنسان من نيجيريا وقال عجبني كلامك كلامك طيب هو يعرف العرب كلامك طيب أنا تأذن لي أترجم لإخواني كل اللي عنده ذاك اليوم غالبهم من نيجيريا قلت طيب ما في معنى لما بدأ يترجم ومشى مرة يدخل واحد ثاني قال ترى الرجل يترجم خلاف كلامك نعم خلاف كلامك والله مشكلة من صدق نعم فقلت خلاص لا ترجم أحد اللي بيفهم كلامي يفهمه والحمد لله واللي ما فهمه يخلف الله عليه نعم مر علينا أن القاضي لا ينبغي له أن يفتي حال تغير حاله نعم فإذا أفتى بهذه الحال فرغب مثلا ونتج عن ذلك إتلاف مال نعم اي نعم كل ما ترتب على غير مألول فهو مذموم وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفوها ما ترتب على المأذون فليس بالمذموم وما ترتب على غير المأذون فهو مذموم نعم شيخ أخذنا أمس أن المرأة ليس لها فكاك الزواج إيش؟ ليس لها فكاك الزواج ليس لها نقد العلاقة الزوجية أو كلمة مثلها لا أحفظها طيب هذا صحيح وش يعني يعني الطلاق بيد من؟ بيد الرجل هذا هل يعني إذا الخلع لا يدخل فيه لا احتكاك في الخلع مثلا هل يجبر الزوج على الخلع؟ ما أدري لأن لكن عندي شفنا القول النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الرجل خذ الحديقة حديث ثابت من قيس أشار عليه الرسول مشهورة هذا اللي عليه جمهور العلماء في هذا الحديث وبعضهم قال إنه للنساء لكن الصحيح إنه للمشهورة مثل ما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى مع زوجها مغيث والقصة مشهورة كان مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراها شديد فلما اعتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شئت أن تبقى مع زوجك فالأمر إليك قالت لا أريد بل قالت إن كنت تأمرني يا رسول الله فسمع وطاع وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بأشير قالت لا فكان يمشي وراءها في أسواق المدينة يبكي يريد أن ترجع له وهي تقول لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث لأن الغالب أن القلوب نعم أنما متوافقة وكما قال علي بن طالب فيما ينسب إليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه ما يجبر لكن قد يكون له الفسق فيما إذا شرط شرطا فخالف أو وجد به عيبا أو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك أو ما أشبه ذلك عيب الخلقي أو خلقي شيخ بارك الله فيكم أحيانا الإنسان يسأل عن مسألة يستفتى في مسألة نعم. وهو في أهل بلد يعلم بأنهم يرون خلاف ما يراه هو نعم. فهل له أن لا يرى بما أن لا يجيبهم بما يعتقده تأليفا لقلوبهم إذا كانت مسألة يعني يسوق فيها الاجتهاد. والله هذه المسائل تعرف اليوم أكثر الناس على هوى على الهوى فإن كان الرجل هذا محترم في هذا القول وقوله فصل فليقل ما عنده وأما إذا كان غير محترم وأنه إذا قال قولا صار محلا للنزاع والعداوة والبغضاء فليمسك إلا فيما لا بد منه كمسائل العقيدة فليتكلم قال الصيمري
وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان أصلحه الله أو سدده الله أو قوى الله عزمه أو أصلح الله به أو شد الله أزره، ولا يقل أطال الله بقاءه، فليست من ألفاظ السلف. قلت: نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول أطال الله بقاءك، وقال بعضهم هي تحية الزنادقة. وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بقول البقاء وأشباهه. مع أن الغالب عندنا الآن أن الدعاء بها بطول البقاء، ما تقول طال عمرك ما أطال بقاءك. فنحن نقول إذا أردنا أن نتسامح في هذه الكلمة فلتكن مقرونة بما يدل على أنها دعاء مصطلح، مثل أن يقول أطال الله بقاءك على طاعة أو في طاعة أو ما أشبه ذلك، لأن مجرد طول البقاء ليس خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. شر الناس من طال عمره وساء عمل. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعو شخص بطول البقاء، وقال إن هذا أمر قد فرغ منه، وكأنه يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها. فعلى كل حال إذا أراد أن يدعو بطول البقاء فليقيد، يقول: أطال الله بقاءك على طاعته، أو أطال الله عمرك بطاعته. نعم. الثامنة ليختصر جوابه: ويكون بحيث تفهمه العامة. قال صاحب الحاوي: يقول يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل. وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا، فكتب لا وبالله التوفيق. يا رحمة الله، يعني ما قال لا يجوز، كتب لا فقط. على كل حال الاختصار هذا شكل أحسن وحفظ للوقت ولئلا يشوش على المخاطر، لكن لا بد أن يكون الاختصار لا يخل، أما الاختصار الذي يخل فلا يجوز. التاسعة: قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لعب وشبه ذلك، فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم أو عليه القتل، بل يقول: إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا، وبالغ في ذلك وأشبعه. هذا صحيح، سواء سئل شفويا أو كتابيا، فإنه لا يبادر بالتكفير أو ما أشبه ذلك، بل يقول مثلا إذا كان المنقول عنه يبعد أن يقوله، يقول: لا أظن هذا يصح، فإن صح فمن فعل أو قال كذا فهو مرتد أو ما أشبه ذلك، ولا يجعل الأمر موجه إليه بعين، لأن لا ينفر إذا سمع هذا الكلام، وجرى على بال الآن حديث: العنهن فإنهن ملعونات. فهم بعض الناس أنه إذا رأى المرأة على السيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لها: لعنك الله، فوجه الخطاب إلى لعنها بعينه، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنها المراد الجنس، يعني إلعنوا هذا الجنس من النساء. أما إذا رأينا امرأة على الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إلعنهن، فإننا ندعو لها بالهداية ونقول: هداك الله، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم.
قال وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا. وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص. وإن سئل عمن فعل ما يوجب يجب أن يذكرها أو يشير إليها، فيقول مثلا يقتص منه إذا تمت شروط القصاص، يجعل المسألة معلقة، لأنه ربما لو ذهب يتكلم في شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص لملأ صفحات وزال المقصود. لكن يقول هذا يقتص منه إذا تمت الشروط، هذا تقطع يده إذا تمت الشروط، وما أشبه ذلك. وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به، فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ولا يزاد على كذا. هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما أقول هذا فيه نظر. إذا سئل عن فعل ما يوجب التعزير يقول هذا أمره إلى الحاكم، أما أن يقول عزر بكذا ولا يزاد هذا غير مستقيم، لأنه لو رأى الحاكم أن يزاد على هذا الذي ذكره المفتي صار في هذا فتنة. فالصواب أن يقال يعزر هذا بما يراه الحاكم رادعا له ولأمثاله، ويجعل الأمر إلى من؟ إلى الحاكم، لئلا يقتقع الفتنة بين الناس. قال أبو عمرو ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى. كأن هذا إذا وجه السؤال من الوالي، الوالي كتب إلى العالم يستفتيه حكم كذا وكذا، وإن فلا وجه له، يعني ليس له وجه أن يقول بشرط أو ما أشبه ذلك مما لا قول للعامة فيه. نعم. العاشرة ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في ركعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا يصل جوابه بآخر سطر ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الورقة باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء. ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء، فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها، يعني إذا امتلأ الصف الأولى ولم تتصل إلى بقية الجواب يكتب من الأسفل، يكتب من الأسفل مثلا هذه الورقة امتلأ هذا أكتب من هنا ما أين يقربها، علشان يكون الكلام متصل بعضه ببعض من الأسفل. وهذا رأيناه في كتابة بعض الناس، لكن المعتاد عندنا الآن أنه يكتب من أعلى، هذا هو المعتاد، والإنسان يتبع على الناس. نعم. ولهذا قال فيتم في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها،
والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره والأمر في ذلك قريب. والله نحن نرى أن الحاشية أولى، يعني إذا كان إذا كتب في الحاشية فيها الجواب صار الجواب في صفحة واحدة فيكون أولى. الحادية عشرة، إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي أن إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب وليحذر أن يمين في فتواه مع المستفتي أو خصمه. ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعاوى والبينات بالدعوى. هي عندي الدعوى جمع ولا مفرد؟ لا مفرد. أجل سبق لسانك. وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها، وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق. وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه، وإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع. قال الصيمري وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها. وكما حكى أن هذا في نظر إذا حلف لا ينفق على زوجته شهرا قلنا له كفر وأمسك، أما أن نقول أعطها قرضا ثم أبرئها تلاعب. قال والله لا لا أنفق على زوجتي شهر، الشهر 100 ريال مثلا، يقول أعطيها، يقول أبا سلف 100 ريال، وإذا أخذته على أنه قرض يقول أبرأ، يقول ترى إنسان حيلته واضح. لكن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي، فقال سافر بها. هذا حين سمحق، ولكن الحمد لله أنه يقول كما حكي، ولعلها لا تصل على أبي حنيفة، لأن الإنسان إذا سافر من أجل أن يفطر حرم السفر والفطر. لكن لو سألك سائل في هذه المسألة وهو في مكة في رمضان قال إنه جامع زوجته، تقول عليك الكفارة ولا تسأله هل أنت مسافر أو لا؟ نعم لا بد أن نسأل، لأن مكة أكثر الناس في رمضان، أكثر من فيها في رمضان، ولا سيما من حول الحرم كلهم مسافرون. الثانية عشرة، قال الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال لا توبة له، وسأله آخر فقال له توبة، ثم قال أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنط. قال الصيمري وكذا إن سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي قصاص، فواسع أن يقول إن قتلت عبدك فقتلناك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من قتل عبده قتلناه، ولأن القتل له معان قال: ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتل، فواسع أن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه، فيفعل كل هذا زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته. لا ينبغي أن يقول روي وهو يعرف أنه ضعيف، لأنه قاله مستشهدا به محتجا به، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن العامة لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، لا سيما إذا قاله الإنسان مستشهدا به أو محتجا به. ولهذا القاعدة عند العامة: ما قيل في الانحراب فهو صواب. هذه قاعدة مضطردة عندهم. الثالثة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما المشهور عنه أن القاتل لا توبة له، هذا مشهور عنه، لكن قوله رضي الله عنه: إن كان على ظاهره فهو ليس بصواب، لأن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أن القاتل له توبة، فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقف فيه مهانا إلا من تاب. ولأن بني إسرائيل تقبل توبة التائب القاتل منهم، فما بالك بهذه الأمة. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد يسأله يقول: إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ العابد تعرفون العابد يستعظم مثل هذه الأمور، عابد ما له توبة، فقتل أتم به 100. ثم ذهب إلى عالم وسأله قال: نعم لك توبة، ومن يحول بينك ومن التوبة؟ لكنه أرشده إلى أن يخرج يهاجم من بلده هذا إلى بلد أخرى، فأتاه الموت في أثناء الطريق، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وقضى بينهما ملك أرسله الله عز وجل. الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان ما روي عنه على إطلاقه فليس بصحيح. أما إذا حمل على ما حمله عليه ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء فقال: القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. أما حق الله فتمكن التوبة منه، وأما حق أولياء المقتول فتمكن التوبة منه أيضا، وذلك بأن يسلم القاتل نفسه لهم. أما حق المقتول نفسه فلا يمكن، لأنه حق آدمي لم يأخذ به، فيوم القيامة لا بد أن الله تعالى يقتص من القاتل للمقتول. هكذا وجهه ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء. وعندي أن في هذه المسألة نظرا، وأن القاتل إذا تاب توبة نصوحا سقط حق المقتول أيضا، لكن يتوب إلى الله ويتوب أيضا إلى أولياء المقتول فيسلم نفسه لهم أو يسمح عنه. فإذا تاب توبة نصوحا فإن ظاهر الأدلة أن الله يقبل توبته، وأنه جل وعلا يتحمل حق المقتول. نعم. الثالثة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع اللقاء بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق، كما يفعله القاضي في الخصوم، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة.
ثم لا يقدم أحدا إلا في فتية واحدة. هذا مما يدل على أن الناس يتزحمون على العلماء في ذلك الوقت وأنهم يحتاجون إلى هذه الملاحظة. ولا شك أن الواجب أن يقدم الأول فالأول، لكن إذا رأى أن أحدهم يحتاج إلى إسراع فليستأذن، يستأذن من له الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام حينما شرب من الماء، واستأذنه أن يعطيه الأشياء، وهذا أحسن وأطيب للقلب، أحسن من كون يقدم واحد يقول كذا وكذا. وإذا قدر أن أحدا وجه إليه السؤال قبل أن يحضر المجلس ثم حضر، فليقدم من سأله قبل المجلس، وليقل للحاضرين هذا قد سألني قبل وأرجعت جوابه، من أجل أن لا يكون في نفوسهم شيء. ولا تستغربوا هذا في أيام الحج، لأنكم رأيتم الناس يزدحمون على المفتين ازدحاما شديدا، فمثل هذا لا بد أن يرتبوا. نعم تعبد الحميد ما شاء الله جاوب السؤال ولا نمشي. أنا رسالة قتل أو قلع عينه يقول أنه فعل إيش؟ إيش؟ إنه في مخلع عين الإنسان أو قتل، نعم أنه يفتى ويقيد بما يفتى أسبابه ويقتص إذا تمت السوء. إيه هذا الذي يحكم عليه، مين خالف؟ أنا بخبر المستفتي هذا يعني سيحكم عليه، وليس المعنى أن يقول إنه قلع على الإنسان فهل له أن يقلع عينه، ويسأل يقول إنه هو السائل قلع عين الإنسان فهل تقلع عينه أو لا. عندك سؤال؟ إيش؟ ركعتنا صلاة المغرب قريب، إحنا مزارعين بالرياض وصلينا قصرا جمعا، والآن تركت الصلاة مع الجماعة. إيه صلوا معنا وتكون لكم نافلة. ما هو سؤالك؟ عندك سؤال ولا سؤال خاص؟ ها؟ خاص؟ إيه لأن بعد الصلاة ما جالس. نعم ايش يعني ها؟ يستحسن ايش؟ المهم بارك الله فيك، هذا شيء يرجع الى دين المفتي، اذا كان له سعه في الشرع هذا بس. زكي ايش ما رأي الشرع؟ لا لا هذا غلط، غلط هذا خلاف ما قلنا، لا غلط. كل الناس اللي يفتون في رأيهم في الشرع، في رأيهم في الشرع، أما رأي الشرع فأول نحن ننكر أن تقول أن الشرع رأي، الشرع دين واحد. نعم حتى حكم الشرع ما نقول هذا، لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع وليس قوله معصوم.